بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا على الماس اوبريتورز، دلوقتي احنا كناش ناقشناها كلها بالكامل، فعايزين نناقش فيها شويه تفاصيل. كنا اتكلمنا على الماس اوبريتورز، البلس، الاديشن، والماينس طبعا، والضرب والقسمه، وما اعتقدش ان دول محتاجين ان احنا ناخد فيهم اكزامبل ولا حاجه، يعني الدنيا واضحه ومفهومه. وكمان الاكزامبل اللي فات كان فيه بلس وكان فيه ملتيبليكيشن او فيه اديشنال وفيه ملتيبليكيشن. انا عايز اتكلم على الديفيجن والانتجر ديفيجن، نبقى فاهمين واخدين بالنا ان احنا لو جينا قلنا مثلا 5 على الاثنين بالشكل البسيط ده عشان نطبع قيمتها، يعني لو قلنا print 5 على الاثنين دي مفترض تطلع زي ما اتفقنا قبل كده باتنين ونص، مظبوط، اتنين واتنين ونص، غير لما اجي اقول وانا عاوز عشان تبقوا شايفين العملية اللي هنحسبها اهي، 5 على الاتنين بتساوي كوما، وعملنا 5 على الاتنين كده ماشي عشان نبقى شايفين الحسبة، غير بالظبط لما اجي اقول 5 على على الاثنين، وهنا على على الاثنين، على 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 دي اتفقنا اللي هي الايه في الشغل بتاعنا اسمها الانتجر ديفيجن. فلو كنا دوسنا كنترول اس ودوسنا اف 5 قال لي 5 على الاثنين دي فيها 2 ونص، 5 على على الاثنين دي اللي بتساوي 2، رقم صحيح مباشره يعني، تمام. طيب طبعا لو بالسالب، يعني لو عملنا الكلام ده بالسالب، يعني لو جبنا مثلا كده هو قلنا ماينس 5 على الاثنين مثلا، دوسنا اس كنترول اس ودوسنا اف 5 فقال لي ماينس 5 على الاثنين طلعت برضو بسالب 2 ونص، يعني ما فيش عندي مشكله في السوالب دي خالص، خلاص. بس خد بالك برضو عشان في حاجه مهمه انا عايز اتكلم عليها، لو احنا عملنا نفس الفكره دي ماينس 5 و على على ديت الاثنين، يا ترى هيطلع الناتج كام؟ انا بس عايزك تفكر في الحته دي اللي محتاجه تركيز شويه. احنا اتفقنا ان بيجيب من غير يعني البواقي، صح؟ عشان اثبت الفكره خدوا بالكم، عشان دي فيها حاجه لما تكون بالماينس وبتكون بالايه بالبوزيتيف، مش الديفيجن، انا بتكلم على الانتجر ديفيجن، خلاص. فناخد بالنا لو كانت الريزلت از بوزيتيف، يعني كانت النتيجه موجب في ده في الاوبريتور ده، لو كانت النتيجه بوزيتيف بيترانكيت الايه الجزء العشر، يعني فيها 2 ونص، ده موجب ولا سالب؟ ده موجب، يبقى يسيبك من النص، ترانكيت يعني يقصه على طول مباشره بدون فهم، خلاص كده. طيب لما تكون النتيجه نيجاتيف، يعني المفروض النتيجه ديت هي سالب 2 ونص، النتيجه هنا نيجاتيف، خلاص، بيعمل راوندد away from zero، يعني النيرست انتجر، اقرب رقم انتجر، اقرب رقم انتجر متقرب، يعني لو دوسنا كده سيف وعملنا اف 5 هتلاقي النتيجه نوت، الوضع بقى مختلف. قال لي ايه؟ خدت بالك؟ قال لي سالب 3، احنا كنا متخيلين سالب 2، يبقى انا جت سالب 3، يبقى ناخد بالنا لما تكون الريزلت نيجاتيف رقم سالب، خلاص بنعمل راوندد، يعني بنقرب خلاص طبعا من الزيرو، يعني للنيرست انتجر، لاقرب رقم صحيح. يعني لو كان الرقم اللي هيطلع، يعني لو كانت الحسبه، عشان بس الحته دي محتاجه بتتلخبط بس هي لذيذه يعني بس نفهمها، لو انا قلت مثلا والمفترض ان لو قلت على سبيل المثال 5.5 على الاثنين، خلاص 5.5 على الاثنين، لما هوريكم لكم بالطرح بالقسمة العادية وبالقسمة اللي هي ايه الانتجر ديفيجن، دي 5.5 و 5.5، كنترول اس واف 5، اللي هيحصل معانا ان احنا هنلاقي ايه، ان دي طلعت بسالب 2.75 من 100، فاوتوماتيك برضه طلعت بسالب 3 معايا، ماشي، دي ما فيهاش مشكله، دي كده ماشيه زي ما احنا بنقول. خد بالك بقى من اللي هيحصل، ان انا لو جيت قلت لا
انا هعيد نفس الكلام ده بس هقول المره دي مش 5 بقى بوينت مش 5.5 4.5. ليه 4.5؟ عشان 4.5 على الاثنين فيها 2 ومش 5 من 10، اقل من الايه؟ اقل من النص، اقل من النص يعني مش 2.5. خلاص يعني لو عملنا كنترول اس ودوسنا اف 5 هنلاقي ايه اللي حصل. هي جابت 4.5 على 2 فيها 2 و7 75% برضو. لا اكيد كده في احنا عملنا ايه، كتبنا كود في غلطه ولا ايه؟ اه ما غيرناش هنا، سوري احنا نسينا نغير هنا، نخلي دي 4 ونخلي دي 4، يعني الحسبه كانت شغاله على خمسات، احنا نسينا ان اه ده الطباعه مظبوطه لكن نسينا نظبط الايه اللي هيتحسب بالفعل. فانا عدت كتبت اهو كنترول اس واف 5. اللي انا عايز اقوله ايه بقى هنا، ان خد بالك هنا بقت 4.5 على الاثنين فيها 2.25%، يعني المفترض دي مش 5 من 10 عشان يقرب التقريب اللي هو بتاعنا احنا العادي اللي هو 5 يعني بعد العلامه العشريه بعد الفلوتنج بوينت 4 و5 و6 و7 و8 بيتقربوا لاقرب رقم صحيح فوق صح. لا خد بالك هنا 2.2 المفترض ما كانش يقرب، لا هو بيقرب على طول. خلاص عشان احنا بس واخدين بالنا من الحته دي، ده الكلام ده كله ما بيحصلش غير في النيجاتيف، الكلام ده كله ما بيحصلش غير في النيجاتيف. وخدوا بالكم من حاجه، يعتبر بالنسبه لنا كله تقرب لسالب 3 يعني زق يمين، يعني في خط الاعداد اتزق يمين، في خط الاعداد اتزق يمين، يعني مش احنا عارفين خط الاعداد سالب 3 دي اللي اكبر منها سالب 2 ها، عشان بنقلب مش عايزين الناس تكون بتلعب في الحاجات دي، يعني الاكبر من سالب 3 سالب 2، الاكبر من سالب 2 سالب 1، الاكبر من سالب 1 0، من الاكبر من الصفر الواحد، مظبوط كده خط الاعداد العالي ده. فناخد بالنا من الايه، من الحته دي. حاجه كمان اخيره برضو بمناسبه الشغل مع الدي فلوتنج بوينت والانتجر ديفيجن، يعني عشان الناس تبقى ايه واخده بالها منه. نخلي طيب نخلي الاوبريتور بريسيدنس اللي بعديها يعني، لكن ممكن نقول بس خد بالك من لو احنا عاوزين نعمل الاس، احنا كنا اخدنا الاس الاكسبوننت، فلو قلنا مثلا 3 اس 2 استعمل كده، يعني هكتب هنا هكتب في المعادله 3 اكسبوننت a 2 خلاص. فلما ادوس كنترول اس ودوس اف 5 النتيجه بتاعتي بقت كام؟ 9، لان 3 في نفسها مرتين اللي هي الاس، 3 في 3 9 على طول، خلاص ده الايه الاس. يعني ناخد مثال كمان كده على الاس اللي هو على سبيل المثال لو انا قلت 5 اس 3، 5 اس 3 هتبقى عامله كام؟ 5 في 5 ب 25، 25 في 5 ب 125 المفترض. كنترول اس واف 5 قال لي اهي 5 اس 3 ب 105 وايه؟ ب 125 ب 125. هتكلم على الريمايندر اللي هو المتبقي اللي هو باقي القسمه يعني او المتبقي من القسمه. ناخد مثال كده عليها. لو انا جيت جربت الريمايندر المتبقي وقلت مثلا مثلا يعني 17 ونعمل ريمايندر اللي هو علامه الايه شيفت وف 5 وف 5 وشيفت 5 وقلت له على 3 ماشي، يعني 17 على او اللي هي ريمايندر 3. الفكره كلها فين؟ ال 17 على 3 المفترض ان احنا الرقم ده لو جينا قسمناه اسم عادية اهو، وقلنا على العادية بتاعتنا الجميلة دي عادية خالص، وكنت كنترول اس وبعدين اف 5، لقينا من 17 على 3 فيها 5 وكسور، 5 وكسور خلاص. فهو 5 وكسور دي فيها مشكلة. هنا بقى المودلس بتاعنا او الريمايندر بتاعنا بيعمل ايه؟ يقول لك بص احنا قلنا فيها الخمسه صح؟ قال لك اه، قال لك طب ما هو 3 في 5 بكام؟ ب 15، 3 في 5 ب 15، قال لك يبقى متبقي كام عشان اكمل ال 17؟ 2، قال لك متبقي 2،
زي ما كنا بيعلمونا زمان كده معايا. لو اديت مثال ابسط شويه في الارقام يعني، مش الناس اللي بتحب الارقام الجميله دي، ببساطه جدا لو قلنا معانا 5 برتقانات خلاص هنقسمهم على الاثنين، ما 5 برتقانات هنقسمهم على الاثنين يبقى فيها كام؟ فيها الاثنين. خلاص 5 برتقانات اقسم على الاثنين، يعني ده ياخد برتقانتين وده ياخد برتقانتين. سيبك من التفعيص بقى ونقطع برتقانتين، ما تمشي على كده، بتكلم في الصحيح. خلاص بتكلم في الصحيح، كل واحد ياخد له ايه؟ كل 5 برتقانات اقسمهم على الاثنين، الاولاني هياخد برتقانتين والثاني ياخد برتقانتين، هيبقى معاك كام برتقانه؟ هو ده الريمايندر، او هو ده الايه؟ ايه المودولس. لو بدوس كنترول اس وقف 5 فقال لي اهو يبقى معاك ايه؟ يبقى معاك 1. خلاص يعني 5 برتقانات وزعهم على الاثنين، ده الاثنين ده الاثنين، بقى معايا 1. ما تيجي ناخد اكزام ده، ممكن نعمل بيها شغل حلو الحته دي. شوف اكزام.